مزيد من النقاش أيضا ينضم إليه الآن من بيروت الدكتور عصام شرف الدين وزير المهجرين اللبناني. معالي الوزير، أهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. لا شك أن الرابع من أغسطس لعام 2020 ليس كسابقة، تمر الآن 4 سنوات على هذه الحادثة الكبيرة والمؤلمة والتي لم تغادر عقول اللبنانيين ولا العرب. من الناحية السياسية معالي الوزير، كيف أثرت هذه الحادثة الكبيرة على التشابكات السياسية المعقدة أصلا في لبنان؟ طبعا هذه ذكرى أليمة جدا، ذكرى 4 آب تفجير مرفأ بيروت. والمؤسف أكثر أن الأجهزة القضائية لم تتمكن من إرساء أي تقرير أولي حول ما حصل، وهذا بدل على المتاهات السياسية وكيف الصراعات السياسية يتقذفوها المسؤولين اللي هن أوصياء على القضاء واللي هن مهيمنين على القضاء واللي عاد يدفع ثمنها الباهظ المواطن اللبناني الفاتورة الأكبر. هذا التهم واضح مع الوزير أن يكون هناك سياسي كما تقول مهيمن على القضاء. نعم، القضاء مش لا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في كشف حقيقة هذا العمل، ولو كان هو قضاء حر لكان كشف الموضوع الإجرامي وساقل العدالة كل من هم متورطين في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن. وصلنا نحن 4 سنين والخامس على الباب، وبعد ما وصلنا للعقاب المناسب لهن مفتعلي الجريمة. المسؤولية عند من يا معالي الوزير؟ أنتم عضو في هذه الحكومة. أنا لا أبرئ إسرائيل أبدا بضرب رأس نووي في هذا المكان، ولكن أنا عم بحكي عن اللي جاب سفينة النترات. طيب معالي الوزير، أنتم عضو في هذه الحكومة، مسؤولية من تأخر القرارات القضائية؟ وأنت تقول أن هناك بعض السياسيين لديهم ضغوط فيما يبدو على القضاء، أو أنت ذكرت مصطلح يهيمنون على السلطة القضائية. نعم، هناك هيمنة مش بس على موضوع القضاء، هناك هيمنة على مواضيع عديدة مثل موضوع المودعين، مثل موضوع النازحين. للأسف هناك هيمنة غربية في إملاءات هؤلاء السياسيين. شيء مؤسف جدا انه نحن وضع لبنان بهالحاله يعني. مسؤوليه من ايضا؟ هل مسؤوليه الحكومه؟ اليوم كل اجراس الكنائس والاذان علي صوتها تحيه لارواح الشهداء. اليوم البابا حتى من روما طالب بانه تظهر النتائج ويصير في محاكمات وتنفيذ عقوبات. هل انت في مجلس، انتم في مجلس الوزراء او في الحكومه اللبنانيه تطالبون بسرعة الإجراءات القضائية أملا ربما في اتخاذ قرارات تحاسب المسؤولين عن هذه الحادثة؟ طبعا نحن مش من اليوم، نحن من 4 سنين عم نطالب، واليوم إعادة عمل وتفعيل عمل وزير بيطار بيعطي أمل بأنه الأمور تتبلور وبيطلع نتائج بأقرب فرصة إن شاء الله. هل هناك آليات جديدة تم إقرارها؟ آليات جديدة أنه القضاء اللي كان عم يحرم البيطار اللي هو قاضي نظيف عم يحرمه من أخذ القرار والبحث وأخذ الإجراءات القانونية والمتابعة. هذا الأمل. طيب دعنا معالي الدكتور ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع أيضا يشهد توترات حادة بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني. أنتم في الحكومة كيف ترون هذه التوترات في ظل الحديث حول رد إيراني على إسرائيل، وبالتالي يمكن أن يتورط الجنوب اللبناني في حرب واسعة؟ طبعا هلق مثل ما ذكرت إجا موضوع انفجار مرفأ بيروت ضمن التشنجات في المنطقة ككل، مش بس في لبنان، مش بس بالجنوب. ولكن الواضح أنه الأكثر رزانة في التعاطي بحكمة ودقة ومعرفة جوانب وحيثيات الأمور كان هو حزب الله، لأنه عارف أنه إسرائيل ومن وراء إسرائيل تستدرجه لحرب هو وإيران، وإن عم يعملوا بدهم ذرائع لحرب استباقية لضرب إيران مثل ما ضربوا العراق بحجج واهية، مثل ما ضربوا سوريا، مثل ما ضربوا ليبيا، مثل ما ضربوا كل الأمة العربية. هني بدهم حرب استباقية ضد إيران قبل ما تستكمل مشروعة بالحصول على النووي، يعني السلاح النووي. فلك نحن ما فينا نتكهن إلى أي مدى سيذهب الحزب في هذا الصراع،
الأمر، لأنه أنت شايف مرهون بمزاجية العدو بقيادة صهيوني هذا نتنياهو يلي عم يعمل هروب إلى الأمام، هو مطلوب للمحاكمة بالداخل، هو مطلوب للمحاكمة في مجلس العدل الدولي، ولكن هو عم يعمل هروب إلى الأمام، عم يجرب يقوطب ويحقق انتصار، وقوته واضحة هي بالاغتيالات، وهو غير ملتزم بقواعد الحرب. طيب. وشفنا الجرائم بغزة وبجنوب لبنان، وبالتالي ما بعرف شو رح يكون المقاومة أدرى، وأنا برأيي الأفعل هو المقاومة، جربناها ب 82. أما حروب الجيوش النظامية برأيي أنا أنت عم بتحارب أمريكا. طيب. مش عم بتحارب. لعلك تقصد الجنايات الدولية في الحديث عن نتنياهو معالي الوزير، لكن سؤالي الأخير متعلق بدعوة الدول الغربية، الدول الأجنبية، الدول الكبرى لجالياتها داخل لبنان بمغادرة البلاد، إلى ماذا يؤشر، وهل تتعاطون أنتم في الحكومة اللبنانية مع هذه الدعوات؟ طبعا هذه دعوات احترازية بتجي نتيجة المؤشرات السلبية اللي فرضها العدو نتيجة الهجمات، وكان آخرها بضاحية عاصمة بيروت واغتيال شخصيات المقاومة، وتوقع ردة فعل ورد على ردة فعل من حزب الله ومن الحوثيين والحلفاء. فهذا شيء طبيعي ودعوة احترازية. نعم. طيب عفوا معالي الوزير، سؤال الأخير، هناك أحاديث تتحدث أو أخبار تتحدث عن أن بعض اللبنانيين من مزدوجي الجنسية ربما يغادرون البلاد على إثر تلك الدعوات، هل رصدتم ذلك؟ طبعا بيجي دائما من المزدوجي الهوية أنه بيجيهم طلبات ملزمة من الدول، وخاصة الدول العظمى، عم نشوف أمريكا وكندا وأستراليا، بتطلبهم أنه الرحيل ولا تحمل مسؤولية على عاتقهم، حتى المستعدين يزودون بتكت سفر. صحيح. شكرا. نعم. شكرا جزيلا الدكتور عصام شرف الدين وزير المهجرين اللبناني، كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.